معهد اليزاف بجامعة القديس يوسف في اليو اس جي عم بيحتفل بمرور 25 سنة على تأسيسه ضمن سلسلة من الاحتفالات والنشاطات. رح نتعرف على كل تفاصيلها مع ضيفنا. برحب بمدير المعهد السيد إلي يازبك. أهلا وسهلا فيك سيد إلي. أهلا وسهلا. مبروك ال 25 سنة وعقبال للمية يا رب. بنعرف إنه معهد اليزاف اللي هو معهد الدراسات المسرحية والسينمائية بجامعة اليو اس جي تأسس من 25 سنة وهو ضمن كلية الأداب ولكن له خصوصيات وعرفنا عليه أكثر. نعم. تأسس المعهد من 25 سنة بآخر سنة 1982 من خلال جهد تبع ست أمي بولوس اللي هي كانت فكرتها تأسيس المعهد واشتغلت على مدة طويلة مش تقدر تقنع سلطات الجامعة بوقتها بعز الحرب كان أيام نعم. الحرب يعني التوقيت كان شوي كان غريب كان غريب بس قدرت تحقق الحلم الكبير ومن وقتها كبر المعهد وتقدمنا كثير بخلال السنين وصلنا اليوم لمرحله انه صرنا فيها من نخرج من اهم الطلاب اللي عم بيكون عندهم مشاريع عمل وفرص عمل كثير مهمه بلبنان. شو الاختصاصات الموجوده عندكم ضمن المعهد؟ نحن الاختصاصات هي اكثر شيء بنركز على الاخراج، عمليه الاخراجيه ان كان للسينما او للتلفزيون، وعندنا كثير اختصاصات اللي هي كل المهن بالسينما والتلفزيون اللي هي الصوره والصوت والتمثيل اكيد لانه عندنا كمان ديبارتمنت المسرح اللي كثير كمان متطور. نعم. وكمان عندنا شغله كثير خاصه هي بالجامعه الاسبوعيه وبالمعهد عندنا كثير بنركز كمان على كل شيء كمان فكري وكل شيء بيقدر يخلي اللي بده يصير مخرج بعدين يكون عنده كمان شيء بده يقوله، فكثير بنركز على كتابه السيناريو وعلى نعم. الكورسات اللي بتخلي هالشخص اللي بده يعمل افلام بعدين يكون عنده شيء يقوله. يكون متمكن اكثر. المعهد تأسس من 25 سنة نعم. ولكن بسرعة تميز عن بقية الكليات المتخصصة بالأوديو فيجوال. اللي بيتخرج من معهد اليزاف شو بيحمل معه من خبرة زايدة؟ عم بيحمل شغلتين كثير أساسيات اللي هي مثل ما كنا عم نقول فكر متطور لأنه عندنا نعم. كثير كرات لنطور هالشيء وتقنيات كثير مهمة لأنه نحن عم نأمن كمان على تلاميذنا ماتيريال يقدروا يستعملوه يقدروا يعملوا خبراتهم عليه من كثير متقدم اللي هو اليوم عم يستعمل عالميا يعني بالتلفزيونات وبالجامعات نعم. مشان يكون عندهم خبرة قوية يعني بيطلعوا بيعرفوا يستعملوا الكاميرايات وآلات الصوت وكل هالماتيريال المهم يلي بيخولهم دغري يعني وكانه شاغلين فعليا نعم وتطبيقيا نعم. بهالمجال لعده سنوات. وعندنا كمان علاقه كثير مهمه مع عده شرك انتاج وتلفزيونات بلبنان ضمنهم الام تي في يلي نعم. بتلاميذ بيروحوا بيعملوا استاجات فيهم على تلميذ الايزاب ايه من غير بيروحوا بيعملوا استاجات بيتمرنوا بهال 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 بهالاماكن العمل يلي بتعطيهم اكسبيرينس كثير مهمه كمان نعم. بمناسبة مرور 25 سنة على تأسيسكم حضرتوا سلسلة من الاحتفالات والنشاطات. الاحتفالات ابتدت بتصور ب 23 أيار نعم. مع حفل موسيقي كبير. مزبوط، عملنا حفل كبير ب 23 أيار اللي كان فيه حفل موسيقي وكان فيه شو سون لوميير، شو صوت وصورة بنسميه نعم. كثير مهم كمان ومع هون عم نشوف مشاهد من هالحفل. هالحفل منه موسيقى كلاسيكية، ضم فرق لبنانية نعم. معروفة. نعم، دعينا ثلاث فرق لبنانية روك باندز عملوا شو كثير مهم نعم. اللي هن ثلاث فرق اللي هن هوكي البروسلي وليزي لونج وذا بوست كاردز ومع كمان الميوزيك كلوب تبع المعهد. عندنا طلاب اللي بيدقوا موسيقى وهون عم نشوف نعم. صور تبع الاحتفالات واللي دشن يعني حتى تلاميذ من عندكم عم يتخصصوا بالموسيقى عزفوا بالحفل وكانت اكيد هالسهره كان موجود رئيس الجامعه الاب سليم دكاش نعم. وعميده الكليه ست كريستين وبيكيو عصاف وصار كان في جو كثير حلو مع عدد كبير من الطلاب. هالحفل جرى بحرم الجامعه نعم جامعه اليو اس جي اوبن اير كان بحرم حلو. الجامعه على غير الحفل الموسيقي كان في مابينج شو اللي هو مزبوط. شو الصوت والصوره مزبوط كان شفنا مشاهد منه شفنا وقطع مشاهد منه كمان اللي هو عندنا على الكامبس في عندنا مثل مسرح من برا نعم. هيك مثل بول
كبيرة نعمل عليها على هالبول الكبيرة اللي هي بيضة، نعمل شو وصوت وصورة كتير حلو مع أرتست كتير مهم اسمه موزس، مثل ليزر شو؟ مثل ليزر شو مزبوط. هاي هي مع أرتست هو خلق الشو، واللي كان طوله ربع ساعة وكان شغلة كتير كتير مهمة كانت لنا تفاعل أكيد مع الموسيقى اللي كانت موجودة، مع الموسيقى ومع كل هالجو الموجود اللي هو الاحتفال. شفنا فنانين عم بيرسموا كمان، يمكن على كمان كان في كمان تاجر يعني جرافيتي أرتيست كمان بروفيشنال إجا وعمل كمان من واحد المناسبة، من واحد المناسبة وعمل بانو كبير اللي كتب عليه العيد 25 للليزاف، وهذا رح يضل رح نعرضه يعني رح نعرضه على لكل السنة لآخر السنة يضل معروض. وعمل أعمال مع الطلاب كمان جرافيتي أرتس مع الطلاب. نعم. بالسهرة نفسها. سيد يزبك، في غير نشاطات كمان عم بتحضروا احتفالا نعم. بهالمناسبة. نعم، هيدا كانت أول نشاط اللي كان الانطلاق للنشاطات اللي كانت هالإيفنت الكبير. في عنا بعدين الأسبوع الجاي في عاملين عشاء مثل دلاج دينر. جالا دينر نعم. جالا دينر بثلاث الشهر. هذا رح يكون برعاية وزير الثقافة. نعم، برعاية وزير الثقافة مع عزيم كمان من عالم السينما والتلفزيون. هذا منو فاندريزر؟ لا 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 منو فاندريزر، هذا احتفالا احتفالا ايه حتى شوي ملتقى. هيدا هي اللقاء مع عالم الفن والسينما بلبنان، مع بين الجامعة وبين البروفيشنالز بالمهنة. وب 15 حزيران لمدة أسبوع داعيين كمان مخرج فرنسي كثير مشهور اسمه إيف بواسي. نعم. ممكن في صعوبة لتقنعوا يجي بالصور؟ أكيد أكيد، بسبب ضيق الوقت. بسبب ضيق الوقت بسبب حالة البلد. نعم. عندنا اللي أوقات عم بيخافوا بعض الأجانب بيجوا عليها، بس كمان كان في يعني كان في اتصلنا فيه وقبل يجي أكيد. نعم. هون لمدة أسبوع عم بيقدم رح يعمل سيمينار مع طلابنا. وكيف ممكن يستفيدوا طلابكم من خبرته؟ رح يعمل على مدة أربعة أيام سيمينار على كل نهار، يقعد مع الطلاب يحكي، يعملوا اكستشينج، يعملوا بروجيت صغار يمكن معه، وهو عنده خبرة كتير كبيرة، وهو من المخرجين الكبار بفرنسا اللي عامل من أهم الأفلام اللي كان عنده شهرة كبيرة وكتير كانوا شعبية أفلامه كمان. نعم. ورح ينعرض كمان واحد من أفلامه. نحن هالعملية هيدا عم نعملها مع الانستيتو فرنسي. نعم. فلح ينعرض كمان واحد من أفلامه بالسال مونتين بالانستيتو فرنسي. كمان ادعى عليها جمهور بوجوده، بنعمل نقاش معه خلال السهرة عن هالفيلم اللي بدنا نعرض. نعم. هل في تنسيق بتم بينكم وبين غير اوديو فيجوال ديبارتمنت بغير جامعات؟ ايه اكيد عندنا تنسيق مع مشاريع كبرى بتنفذوها سوا مثلا. ايه في عدد مشاريع، وفي مثلا نحن بنعمل بالمعهد كل سنتين بنعمل ستودنت فيلم فيستيفال اللي هو رح يكون بديسمبر باخر السنه، واللي هيدا بيشاركوا فيه عدد كبير من الجامعات بلبنان وكثير جامعات انترناشونال كمان. لنحتفل بالسينما وبيكون في عروضات لافلام من طلاب، افلام طلابيه بس يعني. نعم. وبيكون في جوري كمان بيعطي برايسز لاهم افلام عم يعملوا، وهذا بيشاركوا فيه كثير جامعات من لبنان. نعم. يعني معنا. هل في اكستشينج بروجرامز بتقوموا فيها كمان؟ أكيد. بيكون بين دول أكيد. اوروبيه. نعم. في عده طلاب كل سنه عم بيروحوا او عم يستقبلون كمان من عده جامعات بعده بلاد، بفرنسا، بانجلترا، بالمانيا، ببراغ، بفنلند، في كل هالبلاد في دائما طلاب عم بيروحوا وعم بيجوا بيقضوا سمستر اجمالا، او بنستقبل طلاب بيقضوا سمستر عنا، او ربع الطلاب بيقضوا سمستر او سنه بهالجامعات. نعم. وهذا شيء كثير مهم لنا وكثير عم نشتغل حلو كثير على السي في. اكيد اكيد. نعم. وفي كمان عنا اكستشينج لاساتذه عم بيروحوا كمان يعلموا بغير جامعات برات لبنان بعدد بلاد كمان. نعم. وهذا شغله كثير مهمه لاساتذتنا تكون في ريكوجنيشن لهم انه هن عم بيكونوا على مستوى عالي تاخذون غير جامعات كمان. نعم. سيد يزبك، عم نسمع كثير بالسنوات الاخيره انه في طلب اكثر على التلاميذ اللي عم بيتخصصوا بالاوديو فيجوال ارتس، ليش برايك هالشيء؟ في مجالات العمل بهالفيلد كثير مهمه، واليوم السينما عم تتطور بلبنان، في اكثر واكثر افلام، وهذا شيء فخر لنا يعني لبلدنا. وفي طلب لانه في طلاب عم بيظهروا من الجامعه عندنا عم بيكونوا عندهم مهاره مهمه، بيعرفوا يشتغلوا يعني، عم بيكون في مثل
مثل كونفيونس بين بين رب العالمين اللي عم ياخذ رسائل مهمه وبين الطلاب اللي عندنا وبين الشيء اللي عم نعلمه نحن عنا يعني عم بيكون في ثقة مهمة. وهالشيء عم بيؤدي لطلب أكثر على هالاختصاص من قبل للطلاب. أكيد أكيد في عدد طلاب كبير عم لأنه بالماضي كان يكون في علامات استفهام خاصة من الأهالي إنه ما يفضلوا إنه أولادهم يختاروا هالاختصاص. لا في طلب كبير. في طلب اليوم كبير. اليوم العكس صحيح. لكل مهن السينما والمسرح والتلفزيون هلا بعد فيه. بعض الاهالي بعد عندهم اوقات بيجوا بيسالونا انه شو بتعملوا شو بتعلموا شو معقول يشتغلوا بس يوم صار عاده بيختاروا التعليم بالنهايه ولكن اليوم في فرص اخرى اليوم صار فرص كثير مهمه للعمل وفي فرص عمل كثير كبيره اليوم بهالدومين بالاوديفيجوال فيلد والمسرح. نعم منهنيكم على مرور 25 سنة وعقبال 100 سنة يا رب سيد يزبك تحياتنا لكل زملائك بيزاب وأهلا وسهلا مرسي لكم مرسي للأم تي في اللي دايما معنا وحدنا شرفتنا وقفي مشاهدينا واللايف بيكمل.